في خطوة مميزة على مستوى ليبيا، افتتح صندوق الضمان الاجتماعي 22 مكتباً للخدمات الضمانية، شملت أغلب فروع الصندوق بالبلاد، وذلك خدمة لجميع المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي. اليوم كان عرس لكافة فروع ليبيا الحبيبة في مكاتبنا وفي فروعنا باستحداث هذه المكاتب وتفعيلها لتقدم الخدمة المتميزة لكافة المتقاعدين على مستوى ليبيا، وهذا ليس بغريب على صندوق الضمان الاجتماعي. حقيقة دائما يتألق ويقدم الخدمات المتميزة لكافة المتقاعدين. صندوق الضمان الاجتماعي فرع البطنان كان له نصيب من هذه الافتتاحات، حيث قام مدير الفرع بافتتاح مكتب الخدمات الضمانية مساعد ووحدة الخدمات الضمانية الجغبوب. أبارك لجميع أهالي بلدية مساعد على افتتاح مكتب الضمان الاجتماعي التابع للفرع صندوق طبرق. اليوم احتفلنا جميعا أسوأ ببقية المكاتب على مستوى ليبيا. نشكر هيئة الضمان الاجتماعي على افتتاح هذا الفرع الضمان في مدينة مساعد، وهذا يدل على أن قطعوا مجهود جبار ومجهود كبير للناس اللي كانت تتعب لأن طبرق وتتعب على إجراءاته وتمشي وتتعب وتراجع في إجراءاتها في طبرق. تول عملية تمت في مساعد والحمد لله، يعني الأمور تمت تمام. مسؤولو صندوق الضمان الاجتماعي قالوا إن تفعيل واستحداث هذه المكاتب على مستوى البلاد جاء بهدف تقديم وتقريب الخدمات الضمانية للمتقاعدين وجميع المنتفعين من الجهات الحكومية والعاملين لحساب أنفسهم وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه المكاتب ستختصر المسافات وتقرب الخدمات للجميع بحصولهم على الخدمة الضمانية حيث مقر إقامتهم.